تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة، تم الإعلان مؤخرا عن تصفير قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية في مجمع السلمانية الطبي خلال شهر أغسطس الجاري. وجاءت هذه الخطوة لتعزز الواقع القائم على تحسين القطاع الصحي في مملكة البحرين والعمل على تحقيق كافة الخطط والبرامج التي من شأنها أن ترتقي بقطاع الرعاية الصحية لكل الفئات في المملكة. يعد برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية بوزارة الصحة في مملكة البحرين بريق الأمل لدى العديد من الأطفال والكبار من فاقدي السمع، ليرسم البسمة على وجوههم ووجوه ذويهم بعد عودة القدرة على السمع، إذ تولي المستشفيات الحكومية في المملكة الأهمية القصوى لهذا البرنامج الذي تطبق فيه أعلى المعايير العالمية والدولية لزراعة القوقعة الإلكترونية. في فئة كبيرة من المجتمع يعانون من مشاكل في السمع، سواء أطفال أو كبار، في ناس ينولدون أصلاً وهم ما يسمعون. فعملية زراعة القوقعة الإلكترونية بتناسب يعني عدة فئات، خلينا نقول، وتوجد معايير دولية احنا نمشي عليها على اساس من اللي يكون مستحق لهذه الخدمة. احنا في فريق زراعة القوقعة الإلكترونية نجتمع بشكل دوري ونناقش هذه الحالات على حدة بالتفصيل، ونشوف ما اذا الحالة هذه تستحق زراعة القوقعة الإلكترونية او لا. الطفل هادي احد الاطفال الذين عانوا من ضعف في السمع بعد اكتشاف ذويه لحالته المرضية، والذين بدورهم توجهوا مباشرة إلى مجمع السلمانية الطبي للبدء برحلة إعادة السمع لهادي عبر القوقعة الإلكترونية. أول ما ابتدينا شعرنا بهادي أنه ما قاعد يستجيب ويانا في سنة 2021 في تقريبا في شهر 5، حجزنا إليه موعد في مركز الكويت الصحي، سيدي نقلونا إلى مجمع السلمانية الطبي، وكان جدا تجاوب يعني هني الستاف والدكاترة. دكتورة مريم ما قصرت، من أول ما اكتشفت الحالة ابتدينا وياه بحيث إنه يسوون ليل له بالجهاز يشوفون هل عنده تجاوب. كان عنده تجاوب بسيط. وبعد اكتشاف حالة الطفل هادي، قام الكادر الطبي لزراعة القوقعة الإلكترونية بمتابعة حالة الطفل بتقديم كافة السبل العلاجية من تركيب القوقعة الإلكترونية وحتى مرحلة التأهيل لضمان ممارسته لحياته بشكل طبيعي والعمل على تأهيله لممارستها بشكل أفضل. كان هادي يراجع عيادة الأنف والأذن الحنجرة، وتم تحويله إلى عيادات السمعيات المتخصصة بعد الفحوصات الدقيقة، اللي هو فحص السمع العادي والفحص الجذع الدماغي ABR والانبعاث الإذني السمعي OAE. شخصنا حالته بما يعرف باحتلال طيف الأعصاب السمعي. حالة هادي كانت في البداية عبارة عن طفل كان يسمع من خلال السماعة العادية، ولكن استجاباته أثناء الجلسة كانت لا تتعدى مرحلة تمييز الأحرف. كانت استجاباته للأصوات ممتازة، يوحيلنا أنه يسمع ويستجيب بشكل ممتاز، ولكن لما بدأ مرحلة اللي هو تصحيح الأحرف بدأت مرحلة الصعوبة لديه. فكنا نحس أنه أو نعطينا استجابة أثناء الاختبار أنه عنده إجابة ولكن غير واثق من سمعه، فهو كانت من الحالات اللي تحتاج أن يقوم بعملية زراعة القوقعة. طبعاً أنا مهم بالنسبة لي سلامة المريض في المقام الأول، فمن الضروري عمل فحوصات ما قبل العملية، واللي تشمل الأشعة المقطعية والأشعة المغناطيسية للأذن، وذلك بهدف التأكد من وجود عصب السمع والتأكد من خلو المريض من أي تشوهات خلقية لا سمح الله. الكادر الطبي بذل جهوده في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة، والتي أثمرت عن تصفير قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية بمجمع السلمانية الطبي، وذلك دعما لتقديم أفضل مستويات الخدمة الصحية للمرضى.
وبعد التوجيهات الحكيمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تم تصفير جميع قوائم الانتظار ولله الحمد. والحمد لله بعد عملية الزراعة ثقة الطفل زادت، انتاجه اللغوي تحسن، حتى حركته وانطباعه لن يعطينا ثقة بسمعه. من زرعنا زراعة القوقعة هو بنفسه يقول للدكتورة أبي السوين الثانية، لأنه حس في تجاوب غير، يعني كل الشكر الجزيل إلى ولي العهد على هذه المبادرة الكريمة الطيبة. وفي مملكة البحرين تم إطلاق برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية منذ عام 2001، والذي نفذ أكثر من 329 حالة لزراعة القوقعة الإلكترونية التي أعادت لهم بصيص الأمل في هذه الحياة. يسطر الفريق الطبي اليوم في مملكة البحرين إنجازاً طبياً يؤكد تطور الرعاية الصحية في المملكة.